انا حقيقه يعني عاجز عن الشكر وعاجز عن اجد الكلمات المناسبه لشكر الشعب الكويتي اللي دائما يغرقني بجميله حدثا بعد حدث، سواء كان في انتخابات او في سواء كان تقدير، واليوم في عرس ولدهم علي هذا الحضور الكثيف والكبير من منتصف اليوم، يعني تقديرهم وتكبدهم عناء ومشقه الوصول الى القاعه والمباركه شيء يعني جميل ما راح اقدر ارده، لكن ان شاء الله الله يمكننا من ان نرد جزء يسير منه. كل الشكر لمن تحمل عناء المشقة ووصل، كل الشكر لمن حاول ولم يصل، كل الشكر لمن اعتذر، وكل الاعتذار مني لمن لم تصله الدعوة لأي سبب كان. يعني ودي أن أعزم الكل، ولكن البعض يمكن ما وصلته لأي سبب من الأسباب، فأرجو أن يصله اعتذاري ومشاركتكم لأفراحنا وصلت. كل الشكر لصاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء على مشاركتهم، ولكم جميعا كإعلام وحضور، وسامحونا يعني حاولنا هالمرة أن ننظم الأمور قدر المستطاع، واعتقد كان في سلاسة ويسر إن شاء الله في الوصول، لكن سامحونا على أي خطأ وعذرونا ومشكورين وجزاكم الله خير.